بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا غبت أحيانا عن هذه الدروس فبرغم مني، وإلا فعندما أدعى إليها فألبي الدعوة بلا تردد، لأن هذه الحلقات هذه الدروس المحمدية يعني تغرقنا في بحر من العلم والأخوة والسماحة وحسن يعني المعاملة والتآخي واللطف يعني في، فكل هذا يعني يجعلنا ونحن في رحاب هذه الزاوية كأننا في عالم آخر، يعني كأننا فرقنا الدنيا ونحن يعني بين الدنيا وبين العالم الآخر. فهذه يعني بركة العلم، بركة سيدي الشيخ، بركة العلماء وطلبة العلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ونكون من المخلصين المخلصين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه
أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، له الحمد مولانا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد سنة الوجود وسره، وعلى آله وصحبه وكل من دعا بدعوته. أيها الجمع الطيب الكريم، من فرنسا نزل ضيفا على روضة الدروس المحمدية بهذه الزاوية البلقائدية الهبرية فضيلة الدكتور داود غيل، أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة أكس أون بروفانس، ليلقي على مسامع حضراتكم درسا من الدروس المحمدية موضوعه الأصول القرآنية للعلوم الإسلامية، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي سيد العلماء وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الذين تعلموا فعلموا وسلم تسليما كثيرا. وارزي عنا خير ما جزيت نبينا أمته وإياهم خير الجزاء، اللهم اجعلنا على آثارهم مقتدين وبأسوتهم متأسين، آمين. وقل ربي زدني علما. وبعد، فنحن في شهر كريم أنزل فيه القرآن، وفي هذا الشهر تتفرغ الأبدان نهاراً عن جميع المطعومات والمشروبات والملذات، لتمتلئ ليلاً بألذ غذاء طعماً وأكثره نفعاً، إذ القرآن غذاء الأرواح، فإن القرآن نزل بالعلم الذي به تحيا القلوب. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وإن الله تعالى إذ أنزل القرآن على عبده كان له معلما. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالله سبحانه هو العالم والمعلم الأول، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا لا يعني أن الإنسان لم يكن يعلم من قبل نزول القرآن شيئاً،
وإنما يعني أن العلم البشري تابع للعلم الإلهي، وأن الوحي أتى بعلوم لم يكن للإنسان أن يعلمها لولاه، وأن العلوم بشتى أنواعها ترجع بشكل من الأشكال إلى علم الله تعالى وتعليمه. ليس المقصود من هذه الكلمات بيان أصول العلوم الإسلامية المتفرعة من القرآن بالتفصيل، بل الغاية منها إبراز الأصول العامة التي بها تكون هذه العلوم قرآنية إسلامية. أقصد بذلك تذكير نفسي وإشعارها بشرف العلم الإلهي النبوي وبخطورته لمن طلبه، وبضرورة إحياء قلوبنا ومجتمعاتنا الإسلامية به، وما توفيقي إلا بالله. إن القرآن الذي هو كلام الله هو عبارة عما في علم الله تعالى، وإذا كان علم الله سبحانه صفة من صفات ذاته العلية فلا يدرك كن ذاته، كما قال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأكد الله تعالى في أكثر من آية أن الله يعلم وأننا لا نعلم، فليس للإنسان من علم الله إلا ما تفضل عليه بتعليمه إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك لم يذكر الله في القرآن من صفة علمه إلا ما تعلق بخلقه، إما إجمالا وإما تفصيلا، فإن الصفات الإلهية نسب بين الله سبحانه وبين الموجودات. وقد ذكر الله تعالى في القرآن علمه من حيث تعلقه بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل ذكره: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فغاية ما يدرك الإنسان من علم الله سعة علمه تعالى، فغاية علم العبد عجزه عن إدراك شيء من علم الله، كما قيل: الإدراك بعدم الإدراك إدراك. وهكذا قال الخضير لموسى عليه السلام وهما في السفينة: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقر هذا العصفور من هذا البحر. وأما الاسم الإلهي العليم فأكثر ما ورد في القرآن مقيدا إما صراحة كقوله: والله عليم بالمتقين، أو والله بما تعملون عليم، وإما مقرونا باسم إلهي آخر مقيدا بسياق يدل على فعل من الأفعال، كقوله تعالى على لسان الخليل وابنه عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن الأسماء التي اقترن بها الاسم العليم الاسم الواسع، لأن علمه يسع كل شيء، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وبين الله وخلقه تعلقات عامة من حيث الزمان، في قوله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ومن حيث البطون والظهور: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وبينه تعالى وبين خلقه تعلقات خاصة، مثل قوله سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وجاء هنا بحرف التحقيق قد ليؤكد إحاطة علمه بتفاصيل الأمور وقدرته على إعادة الأجسام يوم القيامة. والكتاب الحفيظ مثل اللوح المحفوظ مشير إلى علمه بالكائنات إجمالا وتفصيلا. وأما فيما بينه وبين باطن الإنسان فهو العليم بذات الصدور، فإنه أعلم بما يبدي الإنسان ويخفيه،
ولذلك كان للعلم الإلهي تعلق خاص ببعض أحكام الشريعة، وبالأخص ما ظهر فيه ضعف الإنسان فكان سبباً في التخفيف التشريع، مثل قوله سبحانه في مباشرة النساء ليلة الصيام: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، أو في قيام الليل: علم الله أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، إلى آخر الآية. وأخص من ذلك ما كان من علم الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من باب المواصة له، في قوله تعالى: لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وللعلم الإلهي تطلع إلى المستقبل، مثل قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. كأن العلم هنا بمعنى الاختبار أو تحقيق ما لا بد أن يكون، وذلك مع أن الله تعالى عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. إذا كان الله هو عالم الغيب والشهادة المحيط بكل شيء علما، فما هو حظ الإنسان من العلم؟ فإن الله تعالى كثيرا ما ذكر نفسه بصيغة التفضيل، كقوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، فبين من جهاتنا الفرق ومن جهة أخرى المناسبة بين علم الله وبين علم العبد، وجعل علمه موضوعاً لعلمنا مع التباعد بين العلمين، في قوله جل ذكره: فيما كان من علم الآفاق ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أو ما كان من علم الأنفس: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وأما نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ذكر علمه بعلم ربه تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ومن العلوم من ينفرد الله بها عن خلقه، مثل الخمسة المذكورة في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقد نفى الله أن يحيط بعلم غيبه أحد، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا أن الله استثنى بعض رسله من الملائكة أو البشر عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. ومن ذلك ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب، كقصاص الأنبياء التي نزلت على رسوله صلى الله عليه وسلم غضا من عند الله لا من عند أحد من البشر: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فلا شك أن أشرف العلوم ما تلقاها العبد من ربه بالوحي: أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهل نقدر هذا الفضل العظيم حق قدره؟ وكأن أول أصل أسست عليه العلوم الإسلامية المتفرعة من القرآن هو شكر هذه النعمة العظيمة. فبالوحي والتنزيل كان الله تعالى هو المعلم الأول، وكان سيدنا جبريل عليه السلام بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الثاني. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الثالث والأول بالنسبة إلى أمته: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فسبقت التزكية التعليم، إذ لا يقبل العلم إلا قلب تزكى وتصفى.
فهذا أصل آخر من أصول العلوم الإسلامية، ومن أصولها أيضاً الجمع بين العلم والعمل، إذ أن الله قد أنزل الكتاب مع الحكمة، وهي والله أعلم كيفية العمل بالكتاب. وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بكونه أمياً ليتلقى هذا العلم الإلهي صرفاً ووهباً محضاً تولى الله به تعليمه. وذكر الله في القرآن بعض العلوم التي خص بها بعض الأنبياء، كتأويل الأحاديث لسيدنا يوسف عليه السلام، وقال عن أبيه يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ففي هذه الآية دليل على أن الأنبياء ينفردون بعلوم خصوا بها دون سائر خلقه، مثل آدم وقد غابت علم الأسماء عن الملائكة، ومثل داود عليه السلام الذي قال الله عنه: وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم. وقال تعالى على لسان سليمان ابن داود عليهما السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم. ويلاحظ هنا أن الأنبياء عليهم السلام قبل أن يتلقوا العلم من عند الله سبحانه وتعالى أعطوا الحكم، أي العقل هنا والفهم، أي تمام الاستعداد لقبول ما جاء من عند الله، كما قيل عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فسبق الحكم العلم. فلولا أن العلماء أعطوا فهما وذكاء وفطنة لما انتفعوا بعلمهم وما نفعوا، فإن العلم مهما اجتهد الإنسان في تحصيله وإتقانه فهو من فضل الله تعالى، وهكذا التعلم والتعليم. فهذا أيضا أصل من الأصول، لأن العلم والتعلم وإن نسب إلى الإنسان كسبا فهما من فضل الله، فبالشكر تكون زيادة. وإلى سابق الاستعداد لقبول العلوم أشار القرآن غير مرة في قوله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فلولا سبق علمهم لما أدركوا تفصيل هذه الآيات. وما قيل عن الوحي وعن العلوم الغيبية التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ينطبق في الحقيقة على سائر العلوم من حيث أصل الإلهي. فنرجع إلى قوله تعالى عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. هذه الآية تدل على أن الصنائع التي نراها عادة من مخرعات البشر يرجع أصلها إلى الله تبارك وتعالى بنوع من الإلهام، وإن غاب ذلك عن أكثر الناس. ألم يقل ربنا عز وجل في آية الدين: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فهذا الكاتب قد علم الكتاب على يد أحد من البشر، ومع ذلك ينبهنا الله تعالى أنه هو المعلم حقيقة، وبكاف التشبيه أن الكتابة تشبه الطريقة التي بها يعلم الله عباده، وهي رقم حروف علمه تعالى على لوح قلب عبده، والله تعالى بذلك أعلم. على كل حال، أن التعليم الإلهي سار في الوجود ولا نشعر. ألم يقل ربنا تعالى عن كلاب الصيد: قد أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فما من علم إلا ومرجعه إلى الله سبحانه، ومن ذلك علوم الكون، فما خلق الله الكون إلا لنعلمه، إذ كل ما في السماوات والأرض من الآيات يدل على الله، يقول سبحانه: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.